أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من تعليم المسيح المتميز الفريد عزته على الجبل. وبهذه الحلقة رح أتكلم عن كلام يسوع عندما قال جئت لا لأنقض بل لأكمل. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي، رح تكون سبب بركة لحياتك، ونشوف علاقة الناموس في المسيح وشو الرب عاوز يعلمنا من خلال هذه الكلمات. ابقوا، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.